رجاء البيضاوي عند لاعب محسن متولي، كينطلق لكن تسلل، اذا ما كاينش تسلل بالنسبه للاعب الثاني. لو انطلق اللاعب سليماني، كره عند اللاعب عمر نجدي، عمر نجدي بامكانه التمرير، محاوله جيده والهدف، الهدف اكيد انه الهدف. اذا نشاهد انه في المرحله الاولى كان هناك تسلل ديال اللاعب، لو انه لمس الكره كانت تكون عمليه تسلل، لكن انطلاقه ديال اللاعب سليماني اللي انطلق من الوراء وخاد الكره وسط وشابهه، ومن بعد ذلك كان عمر نجدي اللي خاد الكره بدوره ومرر تمريره جيده وعلى المقاس للاعب اللي سجل الهدف. لا قلت بانه تغيير الخطه لها سيف ذو حدين، فهي لعبه لصالح الرجاء البيضاوي لانه الاكثريه ديال الفرص فهي كتجي من وسط الميدان ومن ثم كتوزع على الاطراف او كتمشي لعند نجدي. ثلاثه ديال المرات كانت هذه العمليات، المره الثالثه اعطت هدف، لانه كان نعاود نكررها بانه باش تلعب برجل ارتكاز واحد في مدينة الدار البيضاء فهذا من شيء صعب باش تلعب امام الرجاء او امام الوداد بالدار البيضاء برجل ارتكاز واحد. والتمريرة لياسين الصالحي على المقاس كما اشرت، على المقاس لياسين الصالحي ليسجل الهدف الثاني. وياسين الصالحي